لقي عشرة من ميليشيا الحوثي مصرعهم في اشتباكات مع الأهالي في منطقة الجنادية العليا شرق محافظة تعز. وفي سياق منفصل، استهدفت المقاومة الشعبية رتلا عسكريا جنوب غرب المحافظة كان يحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع. حرب التلال تستعر في تعز بين المقاومة والميليشيا، ما يجعل من جبهة المواجهات مشتعلة على الدوام، وهذا ما أضحى عليه المشهد هذه الأيام. هذه المرة ليس علينا أن نكتب قصة الأماكن بأسمائها لمجرد النزهة أو التعريف بها، فقد حولت الميليشيا أغلب المتنزهات والمرتفعات إلى مواقع عسكرية تستخدمها كنقطة انطلاق، مرة للقصف وأخرى للقنص. خارطة من الأسماء تتردد على مسامع المشاهدين والمستمعين كثيراً هذه الأيام: قلعة القاهرة، موقع العروس، وتلة فندق الإخوة، وجبل جرة، ومؤخراً تنضم إليها تلة منتزه زائد وسط جبل صبر المطل كلياً على المدينة، حيث تتمركز أعلاها دبابة تابعة للميليشيا تصوب أهدافها ضد الأحياء السكنية والمدنيين في حي الروضة وأحياء مجاورة. تحاول الميليشيا السيطرة على هذه المواقع، إذ تصنف ضمن استراتيجية إنجاز الأهداف من خلالها، مستبدلة خطتها من السباق إلى ماراثون للقتل. لا سكون في تعز إذن، تتقاطع القذائف والرصاص تفاصيل الحياة اليومية للناس من سماء المدينة وأرضها، وهي الفكرة التي باتت لا تتماشى كلياً مع الوضع القائم في ظل الفصول الأسوأ من حرب المخلوع ضد تعز، حيث الصراع مستمر بين من يسيطر على مواقع هامة ومهمة، بين الجلاد والضحية، بين من يقبل على الحياة ومن يدفع بها إلى الموت.